السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعرف السيف كي معايا انسان تبدا متكي في القاعة المساند الرسمي للبرد في تونس باش تخلص من السخانة، تحس كان في حاجة هكا كيو تكا تمشي لك على بدنك صغيرة هكا كيو تكا تضرب عليها تقهان مالة حاشا اللي حرم عليك تقتلها. زعما شنو تعمل لها؟ شو طلعك لنا زحك يبعد ملا هير برا ماتت؟ ولا ما ماتتش ولا فتك ولا فتك معك ولا فما عبادي يمشي في الشارع في الحب بالطريقه هذه خاطر ما يحبوا حتى انه ماله تموت جره امومه. استغفر الله العظيم. فما حتى انسان ما قابلش النوع نتاع المفرخ هذاك، ما عندهمش رحمه في قلوبهم، يروا اي حشره يقتلوها يعذبوها يقصوا لها ساقيها يشدوا ذبانها ينحيوا لها جناحاتها كما انا عملت كونزي. الفاز هذايا ما يعرفوه كان جماعة اللي عندهم جردة في الدار. وقت اللي تبعث لكمك ولا بوك باش تمشي تقلع على عشب الطفيلية من اخر الجردة من غاديك، ولا تسقي الجر ولا توكل الحيوان اللي انتم تربيو فيه اللي حاطينه مغادي بالكل في الجردة، زايد لازم تتعدى على المرحلة هذي.